نرحب فيكم مرة ثانية وبرنامج بودي بيلدينج مثل ما عودناكم، كل حلقة يكون معنا بطل محترف في هذه الرياضة، رياضة كمال الأجسام. حلقة اليوم راح يكون معنا الكابتن والمحترف رضا القبندي، بنعيش معاه أجواء تمرين الرجل، ولكن مو الحين، بعد الفاصل، تابعونا. من بعد الفاصل معاكم وبرنامج بودي بيلدينج، مثل ما قلنا لكم حلقة اليوم راح تكون مميزة لأن فيها شخص وكابتن معروف في عالم كمال الأجسام الكويت وأيضا الخليج والوطن العربي، وأيضا بعد ما نال كرت الاحتراف وصل إلى العالمية. راح يكون معنا اليوم أحد أبطال الكويت الكابتن المحترف رضا القبندي، ضيفنا في برنامج بودي بيلدينج. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، يعطيكم العافية، ما قصرتوا على اللقاء الطيب، ومشكورين على الاستضافة هذه، وإن شاء الله المستمعين والمشاهدين إن شاء الله يستفيدون من هذا اللقاء إن شاء الله يا رب. رضا، أنا ما راح ألف وأدور، بديش بالسؤال على طول. تفضل. رضا القبندي بعد ما نال كرت الاحتراف وينه؟ شوف، أنا خذيت الكرت سنة 2016 شهر 4. يعني أنت لما تبي تكون محترف غير لما تكون هاوي. نعم. يعني لما تكون هاوي عندك شهرين ثلاثة أربعة تجهز حق بطولة عادية، وإن شاء الله تحقق فيها المركز اللي أنت تبيه. الديباجة وايد حلوة، المقدمة وايد حلوة، لكن أنا بعرف أنت قاعد تجهز لبطولة، هل خلاص يعني كان طموح أنك تأخذ الكرت وبس توقف، ولا شو الموضوع يا رضا؟ شوف، هو أول ما كان يعني قبل لا أفكر أني أخذ كرت الاحتراف أقول ها بأخذ الكرت وبوقف. قلت الكلمة هذه؟ قلت الكلمة يعني بيني وبين نفسي، ما قلتها ما قلت حق لا لا ما يعني يمكن حق ربعي الخاصين، قلت بوقف خلاص. قالوا لك ربعك؟ طبعا ما وافقوا الرأي، قالوا لي لا، لازم تدش وتكمل، وانت توك فيك بعد، وانت بطل ومعروف وتقدر تنافس بفئة الـ 212 اللي هي أقل من 96.5 اللي فاز فيها مؤخرا أحمد إشكناني، يعطي العافية، أخذ المركز الثاني في مستر أولمبيا المحترفين. ألف مبروك لسفاح الذهب. أيوة، نعم. أحمد إشكناني، وجه له كل تحية أخوي أحمد، ويعطي العافية على المراكز الطيبة اللي قاعد يحققها. حلو. فوقفت أنا الحين كتجهيز البطولة، بس أني قاعد ألعب، قاعد أتمرن، ومحافظ على الأداء اللي قاعد أسويه حق المشاركة الجاية. المشاركة الجاية. المشاركة. أنا هذا اللي بوصل. أنا هذا اللي بعطيك إياه. المشاركة الجاية ممكن السنة هذه الجاية اللي 2018 يمكن 2019، لأن في وايد أبطال خذوا كرت الاحتراف ووقفوا 4 سنين. مثل منو؟ في الهيث. نعم. وقف 3 سنين أو 4 سنين وبعدين دش عليهم قوة للحين 6 سنوات أو 7 سنوات على التوالي هو الأول. أفتكر الثامن صار 8 سنوات. يمكن. وعندك فليكس لويس هم بلش بكرت الاحتراف وبلش معاهم للحين ما شاء الله مستمر في. ما شاء الله عليك. بالكويت عندنا أشخاص خذوا كرت احتراف غير رضا القبندي. عندنا. وواقفين قاعد يجهزون حق بطولة أو حتى يعني يبهرون الناس. شوف، عندنا هنا كرت احتراف بادي بيلدينج هدوي الخياط. احمد اشكناني بلش والحمد لله من اول سنه ما شاء الله عليه، تتوج مركز ثاني. هدو الخياط بالمرتبه اللي هو يكون بالفئه المفتوح. نعم، هو اول كويتي محترف في اول كويتي محترف، خذ المركز الثالث. نعم. والبطوله الثانيه خذ المركز الرابع. طبعا كل بطوله عن بطوله تختلف الاجواء، يختلف التجهيز، فاداءه كان وايد احسن، فان شاء الله نتمنى له الخير. بالنسبه لي انا هذا البطوله الجايه
انا يعني ما راح اوعدكم اني راح ادش هو البطوله هذه او راح اجهز لها. ما ادري من كلامك احس كنا مالك خاطر. لا لا مو مالك خاطر، هو يبي لها تجهيز كامل. نعم. من تفرق، من ماده، من دعم معنوي، ويعني انت عارف دعم مادي اكيد بعد. اكيد دعم مادي. فانت لما تبي تجهز حق بطوله عالميه عشان ترفع مو بس اسمك، الحين انت لما كنت اميتشر او هاوي تبي تلعب عشان اسمك وتجيب اول وتجيب ثاني، مو 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 يعني مو فارقة معهم انك انت ترفع اسمك وبس. نعم. الحين انت لما تبي تجهز حق بطولة عالم وقاعد تمثل دولة الكويت، فانت ما يصير تروح كذي على عماها وتجهز على طول، لازم يكون في خطة. نعم. من مدرب نترشن، من مدرب تدريب، حتى لو انا مدرب الحين وعندي لاعبين ادربهم لازم احط لي مدرب يتابعني، او في احد افهم مني بهالمجال هذا، او فريق كامل متكامل يتابعني مثل ما تابعوا اشكناني عشان يوصل للعالميه. انت قلت نقطه وايد مهمه، انت مدرب وايضا عندك الكثير من اللاعبين وفاهم في كما اجسام من قدامه في هذا العالم في الكويت، ومع هذا تحتاج ان مدرب يدربك. هل لان اللاعب لما هو يتدرب مع نفسه نظرته لجسمه غير لما يكون في مدرب يتابعه ويعرف اخطائه، يعرف نواقص، هني يزيد هني يقلل؟ مشعل، انت لما كل واحد يشوف نفسه كامل وما كامل الا سبحانه، لا اله الا الله. فانت لما تشوف نفسك المنظرة تقول انا مو ناقصني شيء، بس لما يشوفك مدرب فاهم، طبعا انا قاعد اتكلم عن المدربين الفاهمين مثل احمد عسكر، عبد الله عتيبي، سيد بدر بودي، عرفت شلون؟ فلما يشوفونك عندهم نظره ثانيه. نعم. يعني يطالعونك بنظره احترافيه، لما تبي تروح تشارك هم شايفين الابطال، يقارنونك بينهم. اي، وانا شايف الابطال وياهم رايحين، شايفين الفئات اللي موجوده. نعم. فلما رضى بيشارك مع الفئه هذه، هل هو جاهز؟ هل المده اللي بيذهب لها حق النظام الغذائي او التمارين جاهزه؟ نعم. فهني يبي لها اعدادات معينه عشان واحد يشارك في البطولات يرفع اسم الكويت. رضا مشاكل، انت متحدث وايد لكن لحد الان لفيت ودرت فيني يمين ويسار، ما قلت لي وين راح تكون المشاركه الجايه، الهدف اللي في بالك. شوف، اي بطوله بالضبط؟ هي فيها في كذا بطوله، في ابرزها في هذه تامبا وايد قويه، وفي نيويورك برو هذه هم وايد قويه فيها 2-2. طبعا مو كل البطولات فيها 2-2. نعم. كذا لان في مشاركه، في بطولات فيها الفئه المفتوحه وفي بطولات فيها الفئه المفتوحه والفئه اللي تحت ال 96 كيلو. نعم. اللي هي فئتي انا. فانا اشوف وين البطوله الزينه اللي احس ان اقدر ادي فيها وارفع اسم الكويت واجيب المركز متقدم. ما بقول مركز الاول عشان لا نقول ان شاء الله يا رب الاول، ليش احنا نقول مركز نتمنى لان انت الكويت تمثل الكويت وقاعد تحاول. فواحد لما تقول مركز الاول يقول لك هذا الحين وايد مغرور، عرفت شلون؟ فنقول احنا نطمح. انا اللي اسمع عن اللعبه هذه ان اللاعب يحتاج شويه غرور. شوف، هو مو غرور، ثقه بالنفس يكون. نقول ثقه، لازم يكون فيك ثقه عشان توصل للعالميه. نعم. ولو ما فيني ثقه كان مو بعد 20 سنه اخذت كرت الاحتراف وقاعد افكر اني ادش عالم الاحتراف. اصريت انك تاخذ كرت الاحتراف بعد 20 سنه. شو الفرق يعني نقدر نقول حق رضا القبندي قبل 20 سنه وبعد 20 سنه لما اخذ الكرت؟ شو اللي تغير اللي خلاك تاخذ الكرت؟ هو مو ما في تغيير. قبل ما كان في شيء اسمه كرت احتراف، او عندنا ما كان في الوعي. موجود برا، موجود برا، بس ما كان في وعي عندنا احنا. نعم. كعرب، ك دول مجلس التعاون، ما كان عندنا فئة ان احنا نروح نشارك مع العالم وكذا، ما كان في احد يوصلنا، ما كان في شيء. نشوفهم بالمجلات، نشوفهم بالمجلات، نشوفهم بالتلفزيون، نقول الله متى نصير شذي. واحنا عندنا خامات، كان يعني ايامها كانت خامات وايد قويه، وللحين في خامات. اي قوية. سنه ايامها؟ يعني نتكلم على 92 93. ابرز اللاعبين حق اللي ما لحقوا عليهم. اي يعني منو كان موجود بذيك الفتره؟ يعني انت قاعد تتكلم على ناس معروفه، يعني كان في وليد العماني هم كان قوي عندنا، كان مشاركين وحش. عندك ايمن، يعني هذول ربعنا، احمد كان غلوم، في يعني وايد ابطال كانوا معروفين يعني ايامها، لو كان في دعم وفي الايد اللي تاخذهم عشان يشاركون بالعالميه والفكر والتخطيط السليم ايامها. اي يعني كان على قدنا. نعم. يعني انت لما تجيب ايام ارنولد نفس ايام في الهيث، لا مستحيل، حتى فرق الاجسام، انت تشوف فرق الاجسام وكلاسيك واجسامهم. نعم. يعني مميزه، حلوه، رياضيه، وهني الكتل العضليه والضخامه. فكل جيل عن جيل يختلف. ايامنا كان فيه يعني انك انت تشارك، بس ما كان في ايد تاخذك توصلك، توصلك حق الطريق الصح. ايه. هني بعد يعني من 2010 خلينا نتكلم، من 2010. نعم. وصلنا العالمية بقوة. شلون؟ لأن كان في إيد قوية وفكر قوي،
واحب اوجه له تحيه السيد بدر بودي، يعطيه الف عافيه. يعني وصلنا للعالميه واحنا مرتاحين، وخلى الكويت لها بصمه بكل محفل من محافل كمال اجسام في العالم. والدليل على هذا اخر مشاركه لفريق السيد بدر بودي. والحمد لله من خلال البطوله عندنا بقرامي اخذ المركز الثاني بالوزن المفتوح، وهذا انجاز عربي. هذه بطوله عالميه، عربي مصري كويتي اكيد يحسب لنا. صح. واخونا وحبيبنا احمد الشكناني اخذ المركز الثاني على السنه الثانيه، محترفين السنه الثانيه التوالي. بقرامي كم كان السنه الثالثه؟ الرابع كان، يعني ما شاء الله عليه خطواته متقدمه ان شاء الله. السنه الجايه اول بعد نتمنى له، وان شاء الله بعد ان شاء الله يا رب. فهذا الفكر لازم يكون في واحد وصلك العالمية. أنا جاهز بس ناطر الفرصة المناسبة إن شاء الله السنة هذه، يمكن بعد شهرين أعلن، ما يندرى، فينطر ننطر الأمور إن شاء الله. البعض يقول والله الرضا كبر وما له خلق. لا شوف ديكستر جاكسون عمره 48 سنة ما شاء الله، وللحين ما يطلع من التوب فور، يعني توب تو توب ثري توب فور، يعني هذا موجود موجود وبصمته معروفة وقوي قوي قوي، ويعني كل الأبطال يهابونه. اللي يعرف ديكستر جاكسون هو امريكي، يعرف لعبه كمال اجسام، ان العمر مجرد رقم، خاصه بلعبه كمال اجسام. اذا تاكل صح وتلعب صح وعندك وتنام صح جيناتك صح راح تفوز. حلو، فان شاء الله يا رب الغريب العاجر راح نشوف رضا القبندي المحترف ان شاء الله باذن الله تعالى مشارك في احدى البطولات العالميه، وتحديدا نقدر نقول نيويورك. انا حاسس نيويورك ما ليش ان شاء الله في قلبي يقول نيويورك. يا رب ان شاء الله الله يسمع منك، معناته ترى بطوله نيويورك قويه من اقوى البطولات وانت قدها. اي وان شاء الله باذن الله يعطيك العافيه. البطوله تحتاج تمارين اكيد، تحتاج فكر أكيد. تغذيه. برنامجنا بودي بيلدينج يهتم بكل هذا، ومن ضمنها اكيد التمارين. بننتقل الحين مع احد اللاعبين اللي انت دربتهم ووصلته من مرحله الى مرحله متقدمه جميله، بدر زقاح معانا. راح يكون راح تدربه على حسب ما فهمت تمرين خاص بعضله الرجل، العضله المهمه الصعبه وايد. فالله يعطي العافيه والله يعينه على تمارينك، لاني اعرفها بصراحه. باذن الله ان شاء الله تشوفون بدر بمستوى جديد في السنه الجايه، واتمنى لك الخير ونشوف ان شاء الله. فاصل واكيد راح نواصل معاكم بعد شوي، وتمارين المحترف رضا القبندي للاعبينا، وراح يكون معنا مثل ما قلنا اللاعب ان شاء الله يا رب في المستقبل يكون احد ابطال الكويت والعالم بدر الزقاح. خلص السوالف وسوالفنا انا والكابتن رضا، والحين راح نكمل معاكم مشوارنا ونلعب التمارين المهمه لعضلات الريل، اكيد بوجود البطل بدر الزقاح احد ابطال الكويت في لعبه البادي بيلدينج، اللي هو ايضا احد لاعبين المحترف الكابتن رضا القبندي. مساك الله بالخير مره ثانيه. مساك الله بالخير ويعطيك العافيه حبيبي مشعل. كابتن رضا، الحين الكره مو ملعبي كلش، يعني الكره الحين ملعبك انت، لان هذا عالمك وانت من اكثر الناس الفاهمين فيه. فايش عندنا اليوم؟ اليوم عندنا او راح نوري المتابعين ان شاء الله تمرين الريول الامامي او الريول بشكل عام، بس راح نلعب اول تمرين حق الرجل الامامي هو الاكستنشن بالجهاز الجالس، الرفرفه الامامي اللي معروفه بالرفرفه الامامي. فبدر زقاح البطل هنا راح نطبق عليه التمارين اليوم، الله يعينك. انزين، وان شاء الله يستفيدون المشاهدين والمتابعين للتمارين هاي. طبعا شغله بسيطه، عطني شوي باص بس اكسر. تفضل يلا اعطاني الباص. اوكي يلا. تاثير التمرين هذا، تمرين الريول الامامي، نعم، باي جهه من العضله؟ هذا بدر معاك حق الفخذ الامامي، نفس ما انتم شايفين الفخذ الامامي كامل كامل بالجهه من الداخل والخارج، بس وبالنص المنطقه هذه لا علاقه كامل، حتى لو فوق لحد فوق. اي حتى فوق لما توقفها راح يصير الضغط على الفخذ كامل، عرفت؟ انت عارف كابتن رضا في كثير من الناس يلعبونه بس مو عارف التمرين هو تاثيره. هذا التمرين وايد مهم، بس بحب انوه حق الشباب اللي يشوفون التمرين، حتى البنات يقدرون يلعبون هذا التمرين، بس هني الشغله لازم تسخن عدل ولازم تحط الوزن المناسب. حلو. يعني ما يصير تحط هني 25ات وتقول انا بلعب ال 15 طقه او مثلا. في احد يسويها عندكم؟ يعني وايد يسوون. لا في لاعب يعني محترف يسوي. لا محترف ما يحط الوزن هذا، يعني انت بتحط الوزن معقول يكون عشان حتى لا تاثر على الركبه، لان انت من تحط وزن وين قاعد تشيل؟ الركبه تاثر. الركبه هي اللي تتاثر، فانت تبي الفخذ هو ياخذ الفائده الكبيره بدون ما يصيب الركبه. فتلعب الاوزان الخفيفه، ممكن تدرج بالاوزان بس
مع الجولات الجايه وعلى حسب جسمك وقوه جسمك. نعم مثلا حق بدر. بدر الحمد لله بلش ب10 كيلو ويقدر يزيد الاوزان. كم جوله يلعب بدر؟ على حسب 4 إلى 5 على حسب التجهيز والخطه اللي احنا حاطينها. حلو، نقول الخطه العاديه، الخطه العاديه من 4 جولات 15 15 12 12. والجوله الاولى تعتبر جوله ولا تسخين؟ لا تعتبر مثل التسخين يعني، عرفت 12 طقه 13 طقه 15 طقه بعدين نرد نلعب الجوله الصحيحه. يعني 4 جولات بالاضافه الى زائد. ايوه زائد التسخين. جولة. حلو ممتاز. عيل بدر يعني الله يعينك. يلا نبلش بدر. وايد بس يلا كل واحد نبلش بالجولة الأولى. ايه الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة هذه الطريقة الصحيحة انك ترفع حدها وتنزل. نعم. خفيف وتنزل كامل. في بعض الناس ما تريح الوزن. لا ما تريح الوزن، لما تريح الوزن هني يكون رخت العضلة. ريح بدر، ريح تحت، شوف هني خلص هني ارتاح. فلما تلعب كامل بدر العب وتنزل ضخ الدم لما تريح يروح. ايه فانت دائما لما تلعب تخلي العضله الدم يضخ فيها 24 ساعه. نعم. وانت قاعد تلعب بالتمرين هذا بالصعده وبالنزله. حلو. فهذه العده الحين 15 عده. 15 لو تلاحظ انت بدر شوف قاعد يصعد وقاعد يضغط على الفخذ. حلو. انت قاعد تخليه يحاول انه يضخ دم وايد بالفخذ الامامي. انت عارف شغله وايد حلوه، او هي مو حلوه الامانه بس يعني حلوه ان انا اذكرها الحين معاك واكيد راح تعطيني معلومه عليها. هل قاعد يعني نشوف الكثير من اللاعبين او القليل من اللاعبين لما يلعبون حديد عموما دائما يفكر انه يدفع ما يفكر بالمقاومه؟ انت ملاحظ الشغله هذه؟ انا فاهم بس هي ترى الحلوه هم بالنزله تكون بطيئه. يعني هذا بس المقاومه بطيئه. نعم. هني راح تحس بالعضله تكبر زياده لان نسبه الدم بالعضله يدش 100%. ليش المقاومه مهمه؟ ليش لما نشوف حين بدر قاعد ينزل مثل راح فوق قاعد ينزل وزن شوي 15 بس. ليش الشيء هذا مهم؟ المهم لانك انت قاعد توصل الريل لمرحله الانقباض والانبساط. يعني انت لما ترفعها حدها قاعد تسكر عليها كثر ما تقدر. عجل. ولما تنزل كثر ما تقدر تفتش العضله نفسها، تخلي الدم يدش فيها ثاني مره، ولما تضغطها ثاني مره تخلي الدم يوقف فيها. يعني هني الضخ الدم بالعضله وايد مهم. يعني الموضوع مو رفع اثقال ان الواحد يدزه بس، لا صح. هو تكنيك صح. التكنيك تكون عباره عن انبساط صح. وانقباض صح. وإذا ما تسوي صح ما راح توصل للنتيجة اللي تبيها. حلو حلو. الحين بدر وقف خلص 15 طق أكيد ولا كان فيها؟ لا 15 صح. حلو. كم الفترة اللي لازم اللاعب بالأوف سيزن، أنا ما أتكلم عن المحترفين، لازم يوقف يعني يريحها بين الجولات؟ يريح بين العضلة والثانية إذا كان التمرين وايد قوي من 30 ثانية إلى دقيقة. إذا كان قوي دقيقة، قوي من 30 إلى دقيقة تريح عشان الدم يرجع بالعضلة ثاني مرة وبالجسم، وترد ثاني مرة تبلش الجولة ثانية. طبعا الجولة عن جولة تختلف. ليش؟ لأن كل جولة عن جولة راح تزيد الوزن والتكرار راح يكون أصعب. لما أقول لك 15 طقة 4 جولات، يعني 15 طقة 4 جولات مغشمرة، مو نفس الوزن والستانس والانقباض والانبساط. يعني راح تحس أن العضلة الأمامية راح تنفجر. بس يعني هم ارد اقول كل واحد على حسب جسمه وحسب قوته. حلو، ناخذ جوله مع بدر. بدر زيد الوزن ولا بدل عليه؟ لا خل الوزن هذا الحين نفسه عشان تصبر. يلا كل واحد عشان التصوير لانه باشر عنده ريول. الله يعطي العافيه وقواك الله كابتن رضا. اتوقع ان احنا خلصنا الفقره هذه وتكلمنا بما فيه الكفايه عن العضله الاماميه. اذا حاب تضيف معلومه عن هذا التمرين حق المشاهدين؟ والله انا اقول لعبوا الاوزان خفيفه وان شاء الله امورهم كلها تكون بالسليم. عيال الكاميرا عندك وناخذ فاصل. ناخذ فاصل ان شاء الله وشوفونا بالتمرين الثاني وانتهى. متواصلين معاكم في برنامج بودي بيلدينج اكيد مع المحترف الوحش البطل رضا القبندي وبطل من ابطال الكويت ان شاء الله يا رب. هو الحين اوريدي بطل لكن في المستقبل نبي يكون احد اصحاب كره الاحتراف بدر الزقاع ان شاء الله يا رب العالمين. قبل شوي لعبنا معاك تمرين الرفرف الامامي ومعلومات كثيره اعطتنا اياها، الحين ايش راح نسوي على الجهاز هذا؟ اليوم راح نلعب على الجهاز هذا 11 واسع وشويه 7، والفخذين لما ننزل يكونون شويه لبرا. 11 واسع شويه 7 يعني فيها ميلان شويه. شويه 7 مو وايد. ليش مصر على شويه 7؟ 7 عشان تاخذ الريل انحنائها الى الخارج. انت لما تسوي 11 اي وتبي تفتح الفخذين لبرا نعم ما راح تعطيك الفتحه الفخذين صح.
حلو. فلما نميل الريل شويه سبعه شويه مو شويه عشان لما تنزل تقدر تفتح الفخذين برا تركز على العضله الداخليه فالعضله تكون بازه بالحاله ايوه فاشتغل الفخذ كله الداخلي والخارجي حلو بس اكثر شيء راح نشتغل على الداخلي يعني الجهاز هذا اذا لعبت 11 مع سبعه بسيطه اي مع فتح الفخذين وانت نازل الى الخارج لا لازم اشوفها انا ما فهمت صراحه بدر ورنا ان شاء الله راح نطبق لهم التمرين ما شاء الله اي شويه سبعه شوف الطريقه شويه مايله الى السبعه مو كاملة مو كاملة ايه؟ فلما تنزل هني راح تنفتح الفخذين ايه؟ إلى الخارج شفت شلون طريقة يعني نفس الطريقة يرجع ورا وايد يرجع ورا مو وايد يعني هذه الرجعة هي الصحيحة نعم لأن تكفل عظمة الورج حلو لازم تنقفل بس هذه القفلة لها علاقة إذا لا قدر الله كان في إصابة لها علاقة ايه بالضامة ايه لا مو بالضامة الضامة إذا كان واسع وايد حلو هني ممكن الضامة شوي تتعور الداخلية بس هذه 100% لا راح تحوشك الضامة ولا الورش قفلة الورش مكان الحوض ما يتعور حلو لأن بعض الناس لما ينزل حده يهد الجهاز حده ممكن العمود الفقري يتعور الله ايه شوف يعني شيء بسيط اشياء بسيطة ممكن تخلي الواحد خلاص ينتهي ما راح يلعب حديد طول عمره ولا رياضة وراح يطق ظهره أسفل ايه؟ الظهر العظمة هذه اللي تمسك الورش وتمسك الظهر راح تنفصل يعني اصعب من الديسك حتى اكثر هذا شيء شيء يعني الله لا يبلغنا الله لا يبلغنا يعني انت لما تحط الوزن المعقول والنزله اللي قاعد ينزلها بدر هذه 100% سيفتي صحيح كم طق قلت له توه هني 15 طق طق 15 طق 12 15 وانا لاحظ شغله ان الجهاز هذا غير عن الرفرف الامامي يعني هناك مع انه تصوير بدر طبعا اكيد موازنه كانت هناك هني لا حطيت اوزان زياده هني شويه لان لما تدفع بالجهاز يكون خفيف وايد فلما ايه؟ تحط وزن تقدر تتحكم بالنزله والصعده فمثل الاجهزه هذه ممكن يضيف فيها اوزان كثير ممكن تحط وزن لان حاطين لك مكانين شوف مكانين تقدر تحط فيهم الاوزان لان ممكن انت تترس المكان هذا ويصير عليك خفيف حلو فممكن تضيف الاوزان في المكان الاعلى هذا المخصص شوفه شلون تقدر ايه؟ تحط اوزان تحت واوزان فوق حلو. عشان تقدر تحمل على الفخذ طاقه اضافيه عشان يوصل ضخ الدم له زياده وتوصل حق المستوى تبي اي طبعا كابتن رضا انت كونك كنت احد لاعبين كره القدم يوم من الايام وانت عارف ان لاعب كره القدم من اهم العضلات عنده عضله الريل صح فمثل الاجهزه هذه شو تاثيرها حق الاشخاص اللي شلون عندهم صحيه وما يبي يعضل لكن يبي جسم حلو شيء يفيده في رياضته الالعاب اللي لعبناها او التمارين اللي لعبناها من اول الحلقه وايد حق لاعب يعني قويه حق اللاعبين يعني حق اي لاعب رياضه نعم سواء مشي جري كره قدم سباحه اي شيء لان هذه تمارين تقوي الافخاذ تقوي الارجل بس يخاف يقول والله انا اخاف تعضل عندي لا 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 ما تعضل اذا انت تحط اوزان اخف من الاوزان هذه ايه؟ وتكرارات عاليه شلون تخلي شلون عاليه يعني مثلا من 20 ل 15 حلو باربع جولات ثلاث جولات تقوي الفخذين تخليها قويه خاصه حق الرياضه احنا لاعبين الرياضه او لاعبين كره القدم العالميين المحترفين نعم. يلعبون بالاجهزه هذه عندهم اوقات عندهم اجهزه معينه معروفه متعارف فيها دوليا وعالميا يلعبون اجهزه ويلعبون يوميا لا مو يوميا عندهم حصص نعم عندهم حصص غير المشي والركض وهذا عندهم حصص يخصص المدرب لهم حصتين بالاسبوع او حصه على كل واحد على حسب جسمه في واحد ضعيف في واحد والله بنيته زينه احنا خلينا ندش الجوله الثانيه ونكمل سالفتنا هذه عطني بعض الملاحظات بعد مره حتى الشخص اللي يتمرن ما تصير اصابه والتكنيك صحيح بعد كثر ما تقدر انت تلعب هالجهاز هذا تكون حذر ولما تفتح ريولك تفتح ريولك صح على مستوى الكتف ما تقدر تبطل ركزها على مستوى الكتف ما تقدر تبطل الركاب على الكتف اي لان انت اذا بطلتها اكثر من الكتف راح تحوشك اصابه على طول اذا حط وزن طبعا فلازم الركبه هذه الركبه شوف انت تلاحظ انت خليك ورا خليك ورا بالضبط خط مستقيم على الكتف الركبه على الكتف بالضبط الاحساس راح يكون بالفخذ الجانبي والداخلي الداخلي بالضبط او الفخذ ككل راح يشتغل معك بهالتمرين خصوصا احنا يعني عندنا كثير من اللاعبين مهتمين بالريول فلازم لازم وهذا التمرين يعني يلعبونه النساء الرجال حتى الكبار بالسن بس يلعبونه باوزان خفيفه نعم بحيث انه تقوي عضلات الفخذين ومع الايام اكيد يزيدون طبعا ويتعدل مستواهم احنا الحين بناخذ فاصل ومشكور المعلومات هذه بننتقل لفقره ثانيه التمرين الثاني والله يعطي العافية بدر يمكن اليوم ما تعب وايد لأن مو تمرينها اليوم بعد التمرين هذا بيوم يكون تمرين بعد التمرين هذا راح نحط له عشاء عدل لأنه يفقد سعرات حرارية وايدة عليه بالعافية أنا ولا أنت الفاصل لا أنت فاصل ونواصل
بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب فيكم اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات في حلقه جديده من برنامج بادي بيلدينج، وهذه الفقره المخصصه للتغذيه والتغذيه الرياضيه خاصه للاعبي كمال الاجسام. تكلمت المرات اللي طافت عن الكربوهيدرات، شنو اهميتها للجسم، شنو اهميتها لبناء العضل، واهميتها في نقول احنا اداء الرياضه كمال الاجسام على اكمل وجه. اليوم راح اتكلم عن البروتين. البروتين مثل ما هو معروف هو أساس أو أكثر ما يركز على الرياضيين هو البروتين. البروتين مو بس بناء العضلة، هو بناء كل، هو اللي بناء كل خلية في الجسم. البروتين مو بس فقط لتقسيمة العضلة أو والله زيادة مثلا العضلات، أيضا لبناء أنسجة الجسم، خلايا الجسم، تقوية المناعة. فالأحماض الأمينية جدا أساسية للجسم مو بس البناء العضلي. فإذا أنت شخص ما تأكل بروتين، لا، لازم تعيد التفكير مع نفسك، لازم تأخذ شغلات عالية بالبروتين أو مصادر غذائية عالية بالبروتين. كم يحتاج نقول إحنا لاعبي كمال أجسام من البروتين مصادر غذائية؟ وراح أتكلم أنا عن المكملات بعدين. مصادر نقول إحنا كمية البروتين باليوم تختلف مثل ما قلت لكم على حسب الهدف الرياضة، لكن بشكل عام الطبيعي اللي بيزيد كبداية توه بادي يبدأ لاعب يصير لاعب كمال أجسام ويبي يلعب حديد تقريبا من 1.2 جرام إلى 1.6 جرام لكل كيلوغرام من وزنك. يعني 1.6 تضربها بوزنك الحالي عشان تطلع لك كم كمية بروتين باليوم، وتقسم كمية البروتين هذه اللي تطلع بالجرامات على الوجبات الموجودة، وأيضا لازم تكون شاملة المكملات. فالبروتين ايضا مهم جدا ان ناخذه بعد التمرين مباشره، راح اتكلم عنها بعدين، لكن ضروري البروتين مو بس فقط انك تاخذه بعد التمرين، الافضل انك تقسمه طول اليوم. الدراسات اكدت بان لعمليه استشفاء العضلي واعاده تكوين نقول احنا البروتين تعزيز بناء العضلات، الافضل انك توزع البروتين طول اليوم، افضل من تاخذه بعد التمرين مباشره. اخذه بعد التمرين مباشره ماكو مشكله، عمليه استشفاء تاخذ 100 جرام مثلا دي اي او 200 على حسب هدفك، لكن طول اليوم انه ما يكون في بروتين او تكون مصادر الاكل قليله بروتين، لا، لازم يكون توزيعه متساويه طول اليوم. اعطيكم امثله على وجبات معينه وكم تعطي نقول احنا كميه بروتين. نقول احنا اذا جبنا صدر دي اي 200 جرام راح يعادل تقريبا 40 جرام بروتين كوزن. اذا قلنا احنا علبه روبه راح تعطي 8 الى 10 جرام بروتين. تبون ايضا انواع غذائيه اخرى فيها بروتينات عاليه؟ ان شاء الله تتابعون الحلقات الجايه. وصلنا معاكم الى ختام حلقه اليوم من برنامج بادي بيلدينج. نتمنى نكون وفقنا ان نقدم لكم ماده جميله خاصه بتمارين كمال الاجسام، وايضا المعلومات اللي تهم كل متابعينا. الحلقه اللي راح نكون معاكم ايضا ومعلومات جديده وتمارين تفيد كل متابعينا ان شاء الله. في امان الله.